عربي عبد الله وتحية خاصة للرفيق نجاح اليوم نشارك في هذا الاعتصام اللبناني الفلسطيني لنوصل رسالة موحدة للرئيس الأمريكي لنقول له واهم واهم إن كنت تظن أن فلسطين هي ملكك وأن بالإمكان أن يتم التنازل عن الحقوق الفلسطينية. هذا الوعد وهذه مؤامرة القرن حتما سيكون مصيرها الفشل. الشعب العربي بمعظمه رافض لصفقة القرن، مش بس من باب التضامن مع فلسطين، لأنه هذه الصفقة تتناول كل قضايا شعوبنا العربية الحياتية الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية. هناك هجوم إمبريالي أمريكي جديد على المنطقة تحت هذا العنوان.